أنهى حاكم إقليم تبستي تشوناي إليمي حسن زيارته الميدانية التي قام بها في عدد من مناطق الإقليم. أنهى هذه الزيارة بمنطقة كوبون وديبكور، حيث التقى الحاكم بالمسؤولين الإداريين والتقليديين وتباحث معهم حول مختلف المسائل خاصة الأمنية. محمد الأمين أحمد. ضمن سلسلة جولاته التفقدية التي قام بها حاكم إقليم تبستي لعدد من المناطق بالإقليم، حيث اختتم الحاكم جولاته بمنطقة غوبون ودوبوخر بهدف تفقد الأوضاع الأمنية والصحية والتعليمية. بعد ذلك عقد حاكم إقليم تبستي دكتور شناي إليمي حسن لقاء توعويا مع المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين وباقي أهالي المنطقة، حيث تباحث معهم حول المشاكل الأمنية التي تمثلت في تدفق المواطنين وغيرهم إلى مناطق تنقيب الذهب بطريقة عشوائية. في الوقت نفسه تطرق الحاكم على المشكلات الاجتماعية والخدمات الضرورية، وخاصة عدم وجود المراكز الصحية والتعليمية وكذا شح مياه الشرب. عقب ذلك توجه الحاكم إلى منطقة دوبوخر التي شبت فيها الحرائق مؤخرا، حيث تسببت في حرق الكثير من مزارع التمور والقمح والعنب والطماطم وغيرها من الخضروات، كما سبب الحريق أضرارا في المنازل. وبهذا الخصوص عقد حاكم إقليم تبستي دكتور شناي إليمي حسن لقاء مع أهالي المنطقة ووعدهم بمساعدتهم ماديا، كما تداخل بعض من أهالي المنطقة عن المعاناة التي سببتها لهم هذه الحرائق، طالبين من الحكومة والخيرين بتقديم الدعم اللازم لهم لسد حاجياتهم الضرورية. من جانب به محافظ منطقة غوبون تحدث عن الأضرار التي سببتها هذه الحرائق في مزارع هذه المناطق. في حالة بقى حريقة لرجال مكان ده شتودا، مكان ده مأكل وتمر ودوم وجمال في غنم في بجود مهرجان، كل مكان ده كل أكل. أنا نصادو من حكومة من جمعية خيرية ولجان كام دول كل دارين يعونونا. والجدير بالذكر أن مثل هذه الحالات الإنسانية تسوق الخيرين إلى تقديم المساعدات للمتضررين من هذه الحرائق.